عاقل قوتنا وحرس الحدود حاضرون دائما لصد محاولات الإرهابيين التسلل من الأراضي اللبنانية إلى سوريا. الواقع الحدودي يرصده لنا مراسل الأخبار من ريف تل كلخ معين درغام. كاميرا المركز الإخباري تقوم بجولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية بريف مدينة تل كلخ، حيث الإرهابيون المرتزقة دائما يحاولون التسلل من داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا. لكن بواسل الجيش العربي السوري وعناصر حرس الحدود دائما حاضرة لصد كل محاولات الإرهابيين بالدخول إلى سوريا. سنرصد الواقع الحدودي مع بواسل الجيش العربي السوري. وصلنا إلى أحد المعابر غير شرعية في منطقة ريف تل كلخ، كما نشاهد هذه هي الحدود اللبنانية السورية، وهذا المعبر غير الشرعي حيث نشاهد بواسل الجيش العربي السوري تقوم برصد وبجاهزية كاملة لمتابعة كل تحركات الإرهابيين الذين يحاولون الدخول من لبنان إلى داخل سوريا. للوقوف على الوضع الميداني معنا أحد بواسل الجيش العربي السوري، يعطيكم العافية. الله يعافيكم. أهلين، حدثنا كيف عم تتم مراقبة الحدود اللبنانية السورية من قبل بواسل الجيش العربي السوري؟ نحن هون موجودين دائما 24 ساعة لمراقبة الحدود ومنع الإرهابيين المرتزقة اللي عم بيحاولوا يتسللوا لأراضينا. نحن قوات حرس الحدود مغفر أبو سويد هون، ومن أحد الكمائن اللي قلنا بالليل نقوم برصد مجموعات مسلحة من جبهة النصر والأراضي اللبنانية بدها تحاول العبور إلى الأراضي السورية، ونقوم بالاشتباك معهم على طول. نحن وقود الجيش في هذا المعبر هون، وفي ليلة هذه الساعة 5 الصبح قمنا باشتباك مع مجموعة مسلحة هون وتم القضاء على معظم المجموعة ولازة الباقي بالفرار باتجاه الأراضي اللبنانية. دائما بواسل الجيش العربي السوري هي العين الساهرة لحماية أمن الوطن من الإرهابيين المرتزقة. لأخبار التلفزيون العربي السوري معين درغام من ريف تل كلخ. بالروح بالدم نبتيك سوريا، بالروح بالدم نبتيك سوريا.